نيابة عن زوار جديدة لوبريس والمغاربة جميعا محبي الرحيل صلاح الدين الرمادي الله يرحمه ويتغمد برحمته الواسعة. تم اختيار الفقيد كأفضل شخصية إعلامية لسنة 2020، وبهذه المناسبة نسلمكم هذا التذكار نيابة عن الدرع، وهذا الدرع لكي تحتفظون به في خزانتكم. تفضل السيد كريم. كريم هو الابن ديال صلاح الدين الرمادي الله يرحمه ويسلم. انا مفتخر به حيت داكشي اللي دار هاد العام راه تقريبا بحال تقول في العالم كتلقى القليل اللي داروا هاد الخدمه هادي. هو كيقيل نهار كامل كيجري كيمشي كيوصي المغاربه فهمتي. وهي ما يوصي فيهم فهمتي. هاد العام دار خدمه كبيره، سورتو فاش كان باغي يوجد ديك البرنامج ديالو صوتكم. شحال هو كان كيقيل لي خدم عليه، شحال من حوايج وعد به الناس فهمتي. راه بحال تقول فهمتي كان معاولي يبدل سميتو شي بحال تقول دوزيام، ماشي فورسيمون دوزيام، نقدروا نقولوا كاع الراي العام كامل. لو تيم ديال التلفزيون كان غيدير شي انجاز كبير، سورتو ديك صوتكم كانوا بزاف ديال لي بروميس، بزاف ديال الحوايج اللي كي سون تري انتريسونط، ولكن ما كتبش فهمتي. ولكن الحاجه الوحيده اللي مزيانه انه في جائحه كورونا دار احسن برنامج واللي في نظري ما عمره ما غيتنسى، سورتو في هاد البيريود ديال الكونفينمون. كنت دائما حاضر معاه كنتفرج فيه فهمتي، وانا وياه كنضحكوا حيت هو من ديك النوع اللي فهمتي هو ماشي بالضبط عصبي، ولكن كيبان عصبي وبديك الطريقه باش كان كيدوي، بديك سورتو بديك لاكسون ديال الكناسه والعبارات فهمتي. كيجيك بحال تقول نوستالجيك فهمتي، كي بحال تقول دوك الكلام اللي كيقول سورتو ديك واحد كبير في عمره. سورتو هو فاش كيقول ديك وكذا وهادي فهمتي، ديما كيقولها سورتو معروف عندنا في مكناس كلشي بزاف كيقولها. دونك فهمتي انا وياه كنقيلو نضحكو كنتفرجو في ديك اسئله كورونا فهمتي. ولكن فهمتي واخا كاين ديك لو كوتي اللي زعما الناس فهمتي كيضحكو، ولكن فهمتي على الاقل ما كيجيش ممل فهمتي، والناس كيفهموا حتى اش كيدوي بطريقه مغربيه. داكشي علاش فهمتي انا في نظري الخدمه اللي دار خدمه مزيانه فهمتي. ما تقدر تقول المغاربه اللي تعاطفوا معاه واللي يعني تاسفوا على الوفاه ديالو، خصوصا المغاربه كاملين يعني اللي حزنوا لهاد الوفاه. ايوا بغيت غير نشكرهم كاملين على ديك المحبه، وحد الان الناس مازال كيدعيو معاه، مازال كيمشيو كيزوروا القبور فهمتي، حيت هو بحال تقول بطل فهمتي، بحال تقول اسطوره فهمتي. ما عمره ما غيتنسى حيت فهمتي كان عزيز على كاع المغاربه فهمتي. واخا كان كيبان غير في التلفازه، ولكن فهمتي دخل لهم في خاطرهم، وخصوصا الجيران وافراد العائله فهمتي. فاش جا ديك النهار فاش علنوا الوفاة، الناس ما بغاوش يتيقوا فهمتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.